Média. Média. La radio de toutes les générations. واحد من أعظم عازف العود في الوطن العربي، موهبته الفنية والوترية حافلة بأعمال فنية منفردة وجماعية رفيعة المستوى. أثرت الخزانة المغربية والعربية بألحانه الشجية المستلهمة من الموسوعة العربية الأندلسية والتركية والفارسية. على نغمات ألبومه الأخير من أشور إلى أحواش، أول مقطع في هذا اللقاء ومن هذا الألبوم الأخير لسعيد الشريبي، غازي القلوب وغزى القلوب ديالنا بالموسيقى ديالو. مرحبا بك أستاذ. شكرا، بارك الله فيك. نهار كبير هذا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. من هنا يتالين نقول لك مرحبا فيما جلتي. الله يبارك فيك. احنا سعداء اننا نستضيفوك من خلال برنامج موزايك، وهذا مفخره لنا حنايا، وكذلك اضافه اكيد جميله من خلال هذا اللقاء اللي غادي نديروه مع المستمعين. شكرا. اذا احنا على هذه النغمات اللي تنستمعوا لها من البومك الاخير اللي بين ايدي اللي سميتيه من اشور الى احواش، هذا العمل الفني شحال طلب منك الوقت استاذ سعيد الشريبي؟ الوقت كثير، زعما من 2003 حتى لدابا. وانت تشتغل على هذا الالبوم؟ انا كنشتغل عليه، اللي فيه هاد المقطوعات اللي غنستمعوا لها في هذا اللقاء، وهذا الالبوم من دعم من وزاره الثقافه المغربيه. نعم. اذا المقطوعه الاولى اللي تنسمعوا لها الان في هذا اللقاء سي الشريبي، غازي القلوب. شكون غازي القلوب؟ هو السي محمد الغازي الله يرحمه. سيتي ان فيولونيست كان تيسجل معايا كثير، وكنت نخدم معاه بزاف، وتوفى فجاه. فهذا انوماج، يعني تكريم ليه. أيه. وخديتي هي المقطع الاول في هذا الاول. نعم. سماعي سي اون فورم تراديسيونيل دو لا ميوزيك عرب. نعم نعم. اذا غنتكلموا على هذا الالبوم في هذا اللقاء سي سعيد الشريبي. انت ابن مدينه مراكش، زديتي من مدينه مراكش؟ طبعا. نعم. وتحيه للمستمعين مراكش ونواحي مدينه مراكش. الوسط العائلي ديالك فني طبعا، هما اللي جروك شويه للموسيقى. هما اللي جروني للموسيقى. نعم. يعني واخا الوالد ديالي الله يرحمه كان تيبعدنا شويه باش ما نتشغلوش وباش ما كان بعدي، ولكن بغاكم تقراو. اي بغانا نقراو بطبيعه الحال. وانا نقراو. ولكن عندك خوالك اللي كانوا تيجروك شويه؟ أيه. لان كانوا ملوعين في العطل. في العطل كنا ديما تنستمتعوا بخالي السي عبد الرحمن. نعم. بن عبد الرازق كان يعزف لنا العود والكمان والليرة وداك الشيء كله. تعلمتي في هذا الوسط العائلي ديالك يعني عدة مدارس، يعني من دو من الشرق من أم كلثوم، مرورا بالأغنية المغربية مع الرواد ديالها بحال الفويتاح ماريشال قيبو، ولا ليست راه طويلة، ولا لا فاريتي فرونسيز وانترناسيونال. انترناسيونال يعني كان عندكم إذاعة في الدار بوحدكم. كان الوالد متعهد حفلات، كان تيجيب هاد الفنانة. هاد الفنانة. نعم. وكان الأذن ديالو ما شاء الله كانت يعني موسوعة. نعم. هاد الفنانة كنتي تشوفهم اللي كان تيجيبهم الوالد؟ كنت تشوفهم في الدار. أم كلثوم؟ أم كلثوم؟ أم كلثوم. ألوغ القصة ديال أم كلثوم، الوالد الله يرحمه كان مشى حتى لعند أم كلثوم، واتفق هو وياها باش غادي تجي للمغرب. نعم. واتفقت معاه واخا نقول الارقام. اي قول قول نشوفوا شحال كانوا على 7 مليون. هذا الشيء 70 الف درهم ديال هذا الوقت، ولكن ديك الوقت راه كانت 70 الف درهم. نعم. على كل حفله وغادي دير هي ثلاثه الحفلات. نعم. وقالت له بهذه العباره عشان العروبه والاسلام نقص لك مليون. اه ساعة ما كتبش ما كتبش لان سيتي لي زاني لا فان دي زاني 50. وسبحان الله يعني الحكومه بحال الا ما رضاتش ان ان بارتيكولي يجيب من كلتو.
c'était pour ça. Ou le Walid Dilek dar un cirque li sma le cirque royal de royal du Maroc ou bda Tanja. Naam, ou chnou had le cirque, chnou kan fi had le cirque? Yach fi des hayawanat ou dakchi la? La, hayawanat houma li ma kanouch fi cirque, walakin kan kulchi dakchi li tikoun fi cirque, les trapézistes ou yani gha dakchi li fi cirque. Naam. Idan le prestidigitateur ou dakchi koulou. D'accord. Tma arfti rasek ba annak عندك واحد موهبة فنية وخاصك دير شي حاجة يا كسي سعيد الشريدي. الموهبة الفنية ظهرت مع ولد خالي. نعم. سي الأستاذ منال دابا هو محامي كبير مراكش. كان تيعزف الجيتار أمامي. وعجبني ذاك الليغ اللي كان تيعزف، كان تيعزف واحد الليغ ديال فيروز. يا ليلى يا لي يا لي نسيتو. نعم. نبغي نقولوا بانك راه جبتي معك العود في هذا اللقاء، اكيد غادي نستمعوا لك، غتعزف لينا شي حاجات وحنا تنستمعوا على هذه النغمات ديال الالبوم ديالك الاخير من اشور الى احواش، وهذه القطعه الاولى غازي القلوب وهي اهداء للصديق ديالك الله يرحمه محمد الغازي. محمد الغازي. نعم. اذا 13 صافي قلتي انايا خاصني ندير شي 13 دائما انا كنت مجرد موهبة وأماتور أماتور يعني واحد الصديق ديالي ولد السي حمد البيضاوي هو اللي يعني رغم عليا أنني ندخل، قال لي ما يمكنش أنت بهذه الموهبة هذه وما تعملش يعني في الحق الفني ديريكتومون. نعم. انا كنت غير مجرد هاوي محب في الموسيقى. نعم. دونك اوتوديداكت يعني فنان عصامي تعلمتي. أيه. علاش مشيت اتجهتي لان تعلمتي الجيتار في الاولى، علاش هذا الهوس وهذا الحب الكبير للعود؟ لان غادي نتكلموا على شنو درتي في العود وطورتي العود وطورتي المقامات الاندلسيه. نعم. غادي نرجعوا لها في الجزء الثاني. الجيتار اولا من بعد ابحاث وداك الشيء هي النتوى ديال العود دو باغ لا فورم ديالها وكل شيء. كنت بديت بها لان ما كانش العود موجود ديك الساعه في البيت، وهذا الاستاذ منال عزف لي داك ليغ وعجبني وقلت له علمو ليا من فضلك وعلمو ليا. من ديك الساعه الاج دو 13 ans وانا تنتقدم بلا ما نعزف. لأن كنت في الداخلية وتنتصور مقاطع تيجوني البالي وتنعزفهم يعني تنعزفهم غير في الخيال ديالي، وملي تنمشي ناخذ الجيتار في يدي تلقاهم هما هادوك هما هادوك. جي ديفلوبي اون اوغاي كي بوغي اتر توتال. تبارك الله عليك. وتما مشات المسيرة ديالك سي سعيد الشريبي، مشيتي لافا قريتي، وانا كاين الموسيقى جراتك جراتك بطبيعة الحال. نعم. اذا شحال وانت دابا في الوسط الفني في الميدان الفني؟ واخا سيدي سيت اون ايميسيون بوغ يلا ما نكبروكش. 77 مو جوني 64 صافي 41 عام. تبارك الله عليك تبارك الله عليك، وباقي كلك شباب، وهالعطاء هو جميل من خلال هذه المنغومات اللي تنسمعوا ليها في هذا الالبوم ديالك من اشور الى احواج. يعني الالبوم سميتيه من اشور الى احواج، يعني تكلم لينا علاش من اشور؟ السبب هو كان واحد المشروع مع السي الحجمري مع يعني المدرسة المولوية. نعم. كان غادي يكون في واد بورقراق و لا بروجيكسيون ديال لي فيلم اكومبانيي دو ميوزيك. نعم. الوغ هاد الموسيقى لحنتها خصيصا لهذاك المشروع. والمشروع ما بقاش كان، واحتفظت بها حتى جات الفرصة وسجلتها. هذا الألبوم يعني فيه واحد الرحلة، واخا نتايا تتسافر بالخيال ديالك وتنعيشوا معك فيه من خلال هذه المعزوفات والقطع سواء ديالك أو اللي عطيتي الفنانين، غادي نرجعوا لهادو. يعني كاينين المقامات والأشكال، يعني تتمشي تتسورفي ما بين ما هو بياتي ومرورا برمل مايا. نعم. يعني كيفاش درتي لها استاذ في هذا الالبوم؟ نعم. هذا الالبوم يعني تقريبا كله مغربي بالانغام المغربيه. نعم.
هذا هو الهوس ديالي أنني نشتغل على التراث ولكن في تجديد في حلة جديدة. نعم. إذن غادي نديرو وقفة موسيقية وغنواصلوا معك بعد المجلس الإخباري وغيكونوا معنا ضيوف أكيد اللي غيكونوا مداخلات باش نتكلموا على مسيرتك الأستاذ سعيد الشريبي ونتكلموا على عندك عشرة الألبومات يعني. عشرة الألبومات ولكن أعمال كثيرة مع فنانين في تلحين. علاش ما سمعناكش تتغني سي سعيد الشريبي؟ غير ربما الخجل. اليوم غادي تغني لينا؟ لا محال. علاش خجل؟ ما بيناتنا هنا ما كاين معنا حتى شي حد كرار أنا و... لا أه؟ لأن ما جبتش العود ديال الغناء، جبت غير العود الخاص بالعزف. علاش كاين عود الغناء بوحدو وكاين العود تقصر بوحدو؟ هذا عود سوليست. داكور. وما يمكنش زعما ديروا اون اكسبسيون انت تاع فيرتيوز تقدر تخرج لينا شي حاجه انت والالهام ديالك انت وتشوف ديك الساعه والمود ديالك في هذا اللقاء. شحال عندك من عود استاذ؟ ايوا شي 30 عود. يعني كلهم تشتغل فيهم على تنشتغل تندير تجربه في العود الحمد لله. والعود المغربي اليوم وصل لواحد النتيجه رائعه وتتحسب من احسن العواد في العالم. يعني شنو الخصوصيات ديال العود المغربي؟ يعني شنو عندهم شي تنحسبوا على المقامات تنحسبوا على لاربيج سورتو لو طرافاي دو لا طابل تيكون هذوك المساطير اللي تيصححوا العود والوجه هما تيكونوا سو فورم داربيج دو مي سول ري دو باغي مي سول دو مي سول دو مي سول هي اللي كاينه. داكور. والمدارس الاخرين يعني جمعوا في كل عود ومدرسه ومقام يعني كيفاش دير؟ ما كاينش عود اللي انت تبارك الله عليك انت راه درتي لا كونسيبسيون ديال العود ديالك يعني اللي جمعتي فيه نقدروا نعزفوا فيه كل شيء. بطبيعه الحال بطبيعه الحال سيرتيفي هاد العود ولا تكوبيا ناسي؟ لا هاد العود المغاربة مجموعين والعازفين مجموعين اما العود اللي الخاص اللي صايبت انا هو العود سوبرانو يعني هذا ابداع والعود باس حتى هو ابداع واظن راه عندك واحد السي دي اللي يمكن لينا نسمعوا فيه ان شاء الله. ان شاء الله غنديروا وقفه موسيقيه وغادي نستمعوا للقطعه الثانيه ليلة الصيف وهذه العشيه في هذه القطعه كاين الابن ديالك تيلعب على الجيتار. نعم. أيه. دخل عندك تبارك الله الوليدات حنا نرجعوا لهم لان حتى هما فنانين غنرجعوا نتكلموا عليهم ونتكلموا على هذه ليله الصيف الان حنا تنستمعوا ليها استاذ. ليله الصيف كانت واحد الليلة في الصيف وولدي بدأ واحد اللحن متيني وأنا كملت ليه. نعم. وهذا الشيء اللي كاين. هذا كان أول تعامل مع الابن ديالك؟ ونتمنى أنه يكونش هو الأخير. لا. نعم. إيوه هو في الحقيقة مشغول بال يعني. عنده الخدمة ديالو. نعم. عنده الخدمة ديالو ولكن فوق ما تيلقى الوقت. هو حمزة. يمسك الجيتار. نعم. محمد حمزة وعندك ثلاثة البنات هاجر شامة وفضيلة. فضيلة وهاجر وشامة. نعم. باغورد فضيلة ما بغيناش كبروا دابا فتحتي أنت يعني أنا خربقت. كلهم داخلين شوية معك في الموسيقى؟ كلهم تيذوقوا عندهم اذن ما شاء الله اذن رائعه كيسمعوا وهاجر كتمارس كاع شويه واحد شويه الموسيقى عزيز عليها الاندلسي والغرناطي والملحون والفنون المغربيه بصفه عامه. ضيفنا هو الفنان سعيد الشريبي. غنوصل معكم بعد المجلس الاخباري هذا اللقاء. مرحبا بكم مستمعينا الكرام وحنا في موزايك مع الضيف ديالنا سي سعيد الشريبي والجزء الثاني والقطعة الثالثة في ألبومه الأخير الألبوم من أشور إلى أحواش اللي سميتها مايسترو الأطلس. مايسترو أنت الأطلس. مايسترو العود. الله يبارك فيك. مرحبا. الله يبارك فيك. تكلمني على مايسترو الأطلس. سيت اون اوفر حبيت يعني نشتغل على الإيقاع ديال الموين أطلس. داكور. و
في الحقيقه تيبان ليا غير هذاك المايسترو اللي تيكون لابس هذاك السلام ديالو كحل. احنا كبرنا مع المايسترو كنا تنشوفوه في التلفازه يعني عنده داك البليد كيفاش تي مايسترو بيدو تي هذيك الفرق كي تيقول لهم وقفوا شطحوا دوروا بالفعل. نعم بالفعل. وانت هاتي تدير بالنبرات ديالك مع العود وهذاك الشيء اللي اثر فيا نعم وخممت فيه كثير وصايبت له هذا الدوماج. لاحظت هذا الالبوم هو وما في بزاف ديال التكريمات و جيسباك سي با لو ديرني يعني لا لا سي با لو ديرني ولكن طلب منك الوقت بزاف انك كثير كثير نعم. بزاف الوقت نعم. ماشي حتى نعم. شويه بزاف ودبي جو ديغي ميم لي زاني 90 هادي فاش بديت فيها فاش بديت الحنه من 90 لي زاني 90 نبغي نذكروا بأن هذا الألبوم هو حصل على دعم من وزارة الثقافة المغربية. نعم يعني نعم, نعم, نعم. إذن أول تدخل معنا شاعر الغيوان وجيل جلالة قيدوم ظاهرة المجموعات وكاتب مسرحي وجزال وكذلك صديق ديالك هو مولاي عبد العزيز الطاهري. أول تدخل ديالو معنا مباشرة. أهلا بك أستاذ. أهلا مرحبا. شكرا. مرحبا بك. شكرا. كنت نتمنى نكون معكم في هذه الجلسة شيقة. مرحبا مرحبا أستاذ. الحديث على سي سعيد. هواتي سمعك هواتي سمعك تنسمعك مولاي. سي سعيد سيدي عقب من سلف المجيد لأنه العائلة وأسهارها وكل عروشها وفروعها ضاربة في التاريخ المراكشي. نعم. وحكى لنا الأستاذ المرحوم بين بين الشاعر والعلامة بأنه جدته شد المتجر ديالو الأنيق والرياض الفواح ديالو في الأندلس ودار المفاتيح في شكارتو وجاء أبد سفنه إلا القصبة إلى المغرب. نعم. فبلا شك حط الرحيل في مدينة مراكش وفين سكنوا سكنوا في واحد الحيمة بين أسول وحرط الصورة قدام واحد المعلمة تاريخية في مراكش أسميتها سقيت شرب وشوف. هذا الدار كان الوالد المرحوم ديال السي سعيد تيستقبل اسبوعيا او نصف شهريا جميع الفنانين المراكشيين باختلاف الانتماءات ديالهم والاجناس ديال الشعر والاداب والموسيقى وعلى وجه الخصوص في الاندلسي. فالسي سعيد على صغار سنه كبر وهو تيلامس الكونترباس وهو تيضرب في البيانو وهو تيحاول يشوف ويعد الاطار ديال القانون وهو كذلك تيحاول يهز القوس ويحكو به الكمانجه وكذلك كان من حين للاخر تيستهويه ويبقى يطور الشوفه في العود وكان ديك الساعه تتكون عنده واحد الامنيه كبيره في وسط قلبه. جات لولاعه القويه وجات الطاقه الخلاقه وتبعتها العصامية وتعلم جميع الأنماط وجميع يعني العلوم ديال أصول الموسيقى والإيقاعات. فالسي سعيد بدأ واحد البداية كلها هي وهو يعني مختفى على الأنظار. فنهربان خلق الدهول وخلق الدهشة وخلق واحد إضافة قوية لمجال الجيل ديالو فيما يخص تقسيم على العود. فالسي سعيد إلى قسمنا مثلا ثلاثة ديال المراحل في حياته ما بين التقاسم والإلحان والتأليف الموسيقية. فهذا المجال طويل فيه الحديث ولكن أنا غادي نقتصر على أن السي سعيد الريشة ديالو معمر وطفى باش تكون غير عرض العضلات ديال يعني المهارة في التقسيم بل كان تيبعث لنا من خلال تقسيمه ديما شي مشاعر نبيلة كتحلق بين العوالم الصفاء والطهرانية. كان هذا هو الهدف ديالو. فكنا ديما تنعتبروا هذه التقاسيم بالسم وترياق تتضمد الأجراح وكتمسح الحزن. سي سعيد كذلك فيما يخص التآلف الموسيقية الغير المسبوقة في هذا المجال لأنه استطاع على أنه يعمل واحد العادة طيمات لا تخلو من لون موسيقي مغربي إيمانا منه بأنه راه السيادة يجب أن تكون في فنه للأعمال التراثية المغربية ولو إثنية. فهذا الجانب كان قوي فيه والآن يعني تعتبر أنا في زمن الاشتغال معي في فرقة الطائرين الفن الشعبية واحد العدد الأعمال
اللي ساهم بها سي السعيد بواحد الروح ما فيها لا استعلاء جامح ولا مكابرة عنيدة ولا حتى ديك يعني الإغراق في الذاتية، فكان يعني بواحد السلوك عالي كيشتغل. فهذا الجانب ديال السلوك ديال سي سعيد كيخصو حتى هو الحديث عليه في مستقبلا، لأنه واحد الميزة خاصة في الأخلاق الفنية. يعني سي سعيد بكثرة ما يعني كما وكيفا أعطى واحد العدد ديال الأعمال، الشيء اللي جعل جميع الأصدقاء ديالو المثقفين والشعراء والزجالين والموسيقيين والعازفين كلهم انتبهوا على أنه سي سعيد في هذه اللحظة في حاجة أنه تكون واحد المؤسسة لفونداسيون سعيد الشريف. غنتكلموا عليها استاذ، غنتكلموا عليها، ما عندنا ضيوف اخرين غيتكلموا عليها. تنشكرك مولاي عبد العزيز الطاهري، لان نعم بلاتي بغيت تقول له شي كلمه سي سعيد الشريبي. شكرا لك مولاي عبد العزيز، تفضل سي سعيد. شكرا مولاي عبد العزيز، بارك الله فيك على هذه المشاعر الرقيقة. شكرا. تنشكرك مولاي عبد العزيز الطاهري، وحنا ما زلنا معكم مستمعينا الكرام مع سي سعيد الشريبي الذي يرسل عبر آلة الحكماء بطاقة ديال التعايش والحب إلى العالم، واللي تجعل من الموسيقى ديالو بوابة الأمل اللي تتنفتح مع كل جملة موسيقية تتصيغها الأنامل ديالو. وحنا سعداء بهذا اللقاء معك أستاذ سعيد الشريبي في هذا اللقاء المباشر. إذن سعيد الشريبي، بزاف الناس ما تعرفوكش بأنك درتي بزاف الحاجات، خصوصا الموسيقى الكلاسيكية أو الأندلسية والتخصص ديالك كذلك. اليوم غادي نتكلموا على بزاف الحوايج مع مداخلات بعد قليل. غنديروا وقفة موسيقية وحنا تنعيشوا معك هذا الألبوم الجميل مع القطعة الرابعة، وهي قطعة جميلة المريمة. المريمة صغير ديال مريم. مريم يعني هو آخر ملوك الأندلس، زوجها نعم أبو عبديل، نعم اللي تنقولوا له أبو عبديل، كان هو آخر ملوك الأندلس، وكان تفرق معها وهجرها وحطها في واحد البيت قبالة العنبرة. هما باش يضغطوا عليه خداو لها ولدها ولد بنتها. داكور. كاع اللي فيه الريحة أنه يعاود يرجع الملك من توت لا فامي غويال، خداو منهم لزيني وضغطوا على بهذه الكيفيه، ضغطوا على ابو عبدين حتى سلم لهم السلام. اللي كان هو اخر ملوك الاندلس. نعم الاندلس، وهجروا وجات هي الفاس. هي كانت وجات الفاس نعم، ولكن ما قواتش، رجعت تقلب على ولدها. ولدها سي نورمال فوالا، ولكن في الطريق مسكينه ماتت وتوفات. نعم أيه. ودرتي هذه القطعه اللي غنستمعوا لها الان، يعني رقم 4 هي مريمة، وتحيه الى كل المريمة وكل امراه سميتها. وعلى فكره كان باكو دولتشيا صايب واحد القطعة سماها تاهي المريمة. نعم نفس المريمة على من نعم. وهذا تطلب منك بحث يعني طويل، يعني انك تمشي وتقلب وتوصل قصة بالموسيقى. نعم يعني نعم. صعيبة هذه يا سي سعيد. صعيبة. دابا كيفاش حنا غنعيشوا هذه القصة ديال المريمة؟ المريمة حيت عندي اصدقاء ديالي في مسلمين ومصبليون نعم في غرناطة، وتنحبهم يعودوا لي، تنحب منهم انهم يعودوا لي على شنو كان جاري وصراع في القصر في عند ملوك الاندلس، وعودوا لي القصة ديال مريمة وتأثرت نعم. ونط في الليل في 4 الصباح نعم، ووضعت هذا اللحن. نستمع له. الضيف ديالنا اللي تواصل دائما متألق تقديم تصوره الجمالي والفني لدعم وتطوير الموسيقى والأغنية المغربية، مثبتا حضوره الوطني وكذلك الدولي، واللي تسافر بالخيال ديالو من خلال الموسيقى اللي تنتبعوها معاه، وبخلال هذا الألبوم ديالو الأخير من أشور إلى أحواش. ضيفنا هو سي سعيد الشريبي. غنواصلوا إذن
مداخلات. ومعنا الأستاذة زينب عبد الرازق اللي هي الزوجة ديال الأخ ديالك واللي كبرتي عندهم في الدار، وغادي نتكلموا معها على شنو هو الإبداع اللي جبتي به جديد للناس ما عارفوش هذاك ديال الكواتور ديال دو لوت، يعني اللي تو كري دوك لي 4 انسترومون. غادي نسولوها وهي غتعجب لينا وتعطينا الجواب. اهلا بك لالا زينب عبد الرازق. اود اشكركم هذه اني بدء على الاستضافه. مرحبا لالا. وصراحه الكلام على عمل سي سعيد صعيب جدا ان يختزل في 5 دقائق. نعم. ساحاول ما امكن ان اكون وفيه بما هو اهم. نعم. اولا السي سعيد غني عن التعريف والعطاء ديالو غزير جدا، لكن من اهم ما اود ان يسجله التاريخ هو عطاؤه في مجال الوضع المقاييس الاساسيه لرباعي العود على غرار ما تعرفه آلة الكمان. نعم. المتدرجه من كونترباس فيولونسيل التو فيولون سوبرانو. وهذا يعني شرف كبير أن تكون الانطلاقة ديال هذا الرباعي من المغرب، وهذه مسائل استثنائية تستحق أن تسجل بحروف ذهبية. نعم. وهذا الوضع ديال هذا الكواتور ديال العود ما هو مقترن أيضا في بحث جلي لوضع ألحان خاصة وتمرس وتدريب عازفين على أداء هذه الألحان، وهذا من إثراء العطاء الموسيقي ديال السي سعيد. والسي سعيد ما كاين حاصلش غير في هذا المجال هذا، بل هو أعطى الكثير بحيث هو الفنان المنصت لما يجري في الساحة الإبداعية على العموم، بحيث موسيقى واكبة أفلام الفيلم ديال مثلا ديال زينون في موسيقى ديال سعيد بزاف ديال يعني الفيلم تتكلم على عود الورد ديال لي جينيريك تعطاو كتبهم السي سعيد. نعم. وضعهم السي سعيد بحال فيلم الياقوت. لالا بحال الفيلم الياقوت. نعم. بحال الفيلم الياقوت ديال المخرج جمال بالمجدوب اللي خدع عليه جائزه أيضاً احسن أيضاً موسيقى بخريب كاع. نعم. ايضا ثم في المجال التشكيلي أود أن أذكر للمثال لإعطائي مثال فقط لا للحصر، مثلا شارك في مواكبة حقائب فنية تجمع بين التشكيل بين الكلمة واللون ثم اللحن. نعم. أذكر على سبيل المثال الرباعيات الثلاث للحقيبة الفنية الرباعيات الثلاث لتريكوارتت للفنان الفلسطيني كمال بولاطة. نعم. مع شعر نص شعري جميل جدا الشاعر محمد بنيس. نعم. وفضاءات موسيقية رائعة لسي سعيد شريبي. أذكر كذلك مثل مفتاح غرناطة وهذه حقيبة فنية جميلة جدا مع نص شعري لحسن نجمي وأعمال تشكيلية لعبد القادر العرج. حلم بفاس يا سلام على حلم بفاس للفنانة مريم مزيان، ولنص إسباني من سيدة إسباني يعني حلمت بفاس وأشادت بها دون أن تعرفها، وضع يعني مواكبة لهذا العمل الشعري والفني وضع سعيد الشريبي كونسيرتو عجيب قدمه في أولى دورات مهرجان الموسيقى العتيقة بفاس. نعم. كل هذه عطاءات غزيرة وجميلة أنا أفتخر بها، وأفتخر. نعم. كذلك بانطلاقة نبضاتها الوجدانية الأولى من بين جدران منزلي ومع أبنائي وأحفادي، مما خلف أثرا جميلا وعميقا في النفوس. يعني هذه هبة. نعم. أشكر الله على تواجدها بيننا، وأتمنى بذلك يعني كل التألق وكل عطاء وكل الصحة
لسعيد الشعيبي هنيئا للمغرب أن يكون له عنصر من هذا المنكب. نعم لا لا. شكرا للا زينب عبد الرازق. بغيت تقول لها شي حاجة أستاذ؟ شكرا للا زينب. شكرا للا زينب. ألو. غادي أنا ران الإشارة إلى بتوني نجاوب على شي سؤال آخر. شكرا لك للا، قلتي كل شيء تبارك الله عليك. عم بغين نذكروا المستمعين بأن سي سعيد الشريبي للناس ما عارفينش بأنه طور المقامات الأندلسية حاجة ما كيناش في الموسيقى الأندلسية، انت بدعتيها من خلال المقطع اللي غنسمعوا له الآن، هو انصراف قدام نهوانت أستاذ. نعم نعم. قول لنا يعني أشغل. يعني كيفاش مشيتي قصتي شي حاجه اللي ما كايناش يعني ف عرفتي بحال لا تجبد واحد الخيط من شي حاجه من واحد البكاره كتجبدو وهو يتبعك. نعم هذه هي الصوره اللي يمكن لي نعطي. إيه حيت مقام النهاوند ما موجود في الأندلسي، موجود في الطرب الشعبي اللي تبع الأندلسي بحال شقارة بحال نعم إيه، ولكن في الأندلسي لا ما كاينش. دونك طورت المقامات. طورت حاولت. نعم تبارك الله عليك. شكرا. إذن هالتطور المقامات انت قلتي بأن المغرب كل شيء تيصب فيه. كل شيء تيصب فيه. يعني كاينه كونفيرجونس ديال كونفيرجونس اكزاكتومون. الوغ كل الالوان الموسيقيه موجوده في المغرب. نعم. خاص الواحد غير يقلب عليها. نعم. ويلقاها. نعم. اذا الضيف ديالنا هو سي سعيد الشريبي، ونستمعوا انصراف قدام نهاوند، وراجع لكم بعد الموجز الاخباري في الجزء الاخير مع الضيف ديالنا. شور قطعة جميلة من ألبومك أستاذ سعيد الشريبي، وتنجدو بك ترحب، وإحنا سعداء بهذا اللقاء ديالك. أنت واحد من أعظم العازفين العود في الوطن العربي. مرحبا بكم، مبروك على من أشور إلى أحواش. شكرا. ما يمكنش نستضفوك وما نسمعوش شي حاجة هكذا حية للمستمعين ميديا أستاذ، شنو نقترحوا عليهم اللي بغيتي؟ مناسبة هذا اللقاء مع الجمهور الكريم غاد ناس فلو لقاء مرحبا. لقاء مع سي سعيد الشريبي، تفضل أستاذ. مرحبا. إذن مستمعينا الكرام، نبغي نذكركم أن إعادة هذه الحلقة الواحدة صباحا، ونتلقوا معكم إن شاء الله أكيد غدا في بيست أوف موزايك، وإحنا ما زلنا مع سي سعيد الشريبي. Thank you.
تبارك الله عليك الأستاذ سي سعيد الشريبي على هذا اللقاء، القطعة الجميلة اللي قدمتي لنا في هذا اللقاء كذلك الحي والمباشر. وشكرا الناس يتفاعلوا معنا عبر صفحة الفيسبوك هاشتاغ موزايك. غنوصلوا معك ومعنا الآن مخرج الأفلام وثائقية والمدير الفني ومؤسس لا فونداسيون مؤسسة سعيد الشريبي للتراث المغربي الأندلسي، معنا السي محمد بديع بوسني. السلام عليكم. وعليكم السلام سي محمد بديع البوسني. بوسوني بوسوني بوسني بوسني بوسني. مرحبا استاذ، كيف راك استاذ؟ مرحبا ونهار كبير هذا. كل شيء بخير الحمد لله. اذا مرحبا مرحبا استاذ. اذا مؤسسه سعيد الشريبي للتراث المغربي الاندلسي، الاهداف ديالها واش ممكن لك تقول على سي سعيد الشريبي بحكم تشتغلوا انصامبل وزيت لو ديريكتور ارتستيك ديال الالبومات ديالو؟ اولا يعني كنشكركم على هذا البرنامج الاستضافه، يعني واحد الهرم ديال الموسيقى ماشي غير المغربيه ولكن الموسيقى العربيه وحتى الانسانيه. نعم. والاستاذ سعيد الشريبي يعني انا حصل لي الشرف يعني اتشرف بالصداقه ديالو اولا، وثانيا يعني محظوظ نشتغل معاه يعني ك في الاطار ديال يعني لا كرياسيون ولا ديريكسيون ارتستيك، يعني الاداره الفنيه ديال الاعمال ديالو. ثانيا يعني انا لما بديت تنشتغل معاه بديت واحد الان في صدد يعني بدايه ديال التصوير ديال فيلم وثائقي على استاذ سعيد الشريبي، يعني مثل الموسيقار محمد عبد الوهاب، مثل الصنباطي، مثل منير بشير، مثل نصر شمام، يعني عباقره ديال الموسيقى تيشهدوا بالعبقريه ديال الاستاذ سعيد الشريبي. سعيد الشريبي ناس اللي تعرفوا يمكن كعازف على العود ولكن هو عبقري. سعيد الشريبي راه اكثر من 500 تاليف موسيقي في مجال العزف المنفرد على العود، في مجال التخت الشرقي، في مجال الموسيقى السيمفونية، في مجال الموسيقى الجاز، في مجال موسيقى الافلام اللي حرز ديه جائزتي كمؤلف موسيقي للافلام. يعني انسان اللي يعتبر يعني عبقرية يعني وحالة فريدة في العالم العربي. نعم. إذن الأهداف ديال هاد لا فونداسيون أستاذ شنو هي؟ الهدف الأول ديال لا فونداسيون يعني هو لا كونسيرفاسيون ديال سميتو ديال الإرث ديال سعيد الشريبي. وثانيا يعني لازم ما تكون واحد الرسالة توصل للأجيال القادمة، لهذا عندنا بالأهداف يعني تأسيس معهد عالي للموسيقى وللعود إن شاء الله. إن شاء الله. فين غيكون هذا؟ أين مدينة أستاذ؟ يعني الآن بصدد تأسيس هذا المعهد في مدينة مراكش. نعم. ولكن هناك مدن أخرى يعني مهتمة باش يكون عندها أنانيكس، يعني مثل مثلا مدينة الرباط. نعم. نعم. مدينة الرباط، مدينة غرناطة في الأندلس، مدينة مونبولي في فرنسا إلى آخره. يعني هذا مشروع مهم يعني. نعم، نقول هذا المشروع لأنه هو تكوين عدد من الأجيال المحبة لآلات العود، وكذلك تهذيب الذوق الفني يا سي سعيد الشريبي، وكذلك ورد اعتبار لآلات العود والرقي بالفن المغربي والعربي الأصيل. ياك أستاذ؟ نعم 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 نعم. تفضل. نعم. تماما يعني هاد حتى التسميه يعني ديال المؤسسه سعيد الشريبي هذه داخله في ما تنسميها انا بلا كلتور دو لا غراتيتود. نعم. يعني هذا الشخص اللي حداك، هذا الفنان اللي اسمه سعيد الشريبي، كان هناك حيف كبير في حقه. يعني انسان اللي مثلا في مصر مهرجان الموسيقى العربيه قاموا باحتفاء ديالو يعني عدة مرات، مهرجانات أخرى حول العالم، ولكن لم يكن هناك احتفاء كافي أو في المستوى بقدر
سي سعيد الشريني. نعم هذا من جهه. نعم. لهذا كاين حاجه اخرى يعني يلا تفضل لان بعجله لان باقي عندي مداخله استاذ الله يجزيك بخير. يعني ما بغيناش نديروا كونتونمون ديال سعيد الشريني غير كعازف العود، هو من اكبر او اكبر عازف العود موجود حاليا في الساحه. نعم. العربيه. نعم. لان عنده تقنيات غير موجوده في الشرق. نعم. بتاتا واساسا يعني تقنيات مغربيه اندلسيه محضه. نعم. لان الموروث الاندلسي هو احنا عندنا، احنا الورثه الشرعيين للاندلس. ولهذا كاين تقنيات يتفرد بها سعيد الشريبي ومهارات لا توجد في نعم. العازفين خصوصا في الشرق. نعم. وفتحت لو ستيل نقدروا نصنفوه يا كسي سعيد الشريبي بانه اغابو اندلو يعني. ما هو مغربي اندلسي. شكرا لك استاذ، وغنديروا على هذه المداخله الجميله وغنديروا وقفه مع قطعات فضل او فضل اللي عندها قصه كتبتيها وانت ملي كنتي في المستشفى ياك. تكلم لينا علينا. من نورة ما خرجت من المستشفى. نعم. وشفاني الله سبحانه وتعالى. يعني اول ما بقيت ندندن هي هاد فضل. يعني كان عندك وعكه صحيه في 2002. نعم. الحمد لله نجاني الله ربي. نعم. الحمد لله. اللهم لك الحمد. دونك لحنتي تشكر بها الله وتشكر بها سبحانه وتعالى. نعم. انت في الموسيقى قالوا لي مني حتى ملي كنتي في المستشفى كان العود حاضر معك. كان العود حاضر وكنت نونس لهم. كنتي تتونس المرضى بالليل. اي بالليل. كنت نونسهم. والهلا يرجعك اخويا للمستشفى ولا الحبيب ولا مسلم يرجع. الله مرحبا. نعم شكرا لك. شكرا. سي سعيد الشريبي وحنا تنستمعوا لهذا فضل يعني الموسيقى فكرنا في دقه واحده بان فيلم موسيقى الفيلم يعني تاريخي او فيلم يعني او لا لان فيها واحد لانتونسيتي ما عرفتش نترجم الكلمه ديال انتونس واحد القوه واحد فيها واحد القوه ديال التعبير. نعم. هذه اللي وهذه من كما قلنا راه رجع لواحد الالام واحد الوعكه الصحيه انا اللي فيا خرجتي فيا خرجته اللي لاحظناه في هذا المغصو. هذا نعم. لان المغصو هذا المغصو اللي استمعنا ولا القطع اللي استمعنا من هذا الالبوم ديالك من اشور الى احواج اللي فيه تكريم الصديق ديالك سي غازي، كاين الابن ديالك، كاين تكريم المايسترو، كاين تكريم الام شامه اللي هي الزوجه ديالك. نعم. في هذا الالبوم. نعم. وقفت معايا كثير في الوعكه الصحيه ديالي. نعم نعم. فعملت لها داك لوماج. نعم. معنا الميوزيكولوج ماروكان وصديق ديالك سي عيدون. مرحبا بك استاذ، لاباس عليك. مرحبا منتصر ومرحبا الأخ الصديق سعيد شريبي. سي أحمد عيدون بصفتك ميوزيكولوج وتبارك الله عليك عندك عدة مراجع ومتبع الساحة الفنية وعارف شنو جاري، وأكيد متفق معي بأنه طور المقامات وخصوصا المقامات الأندلسية بستيل ديالو العربو أندلس. يمكن لك تقول على الضيف ديالنا وعلى المسيرة ديالو سي أحمد عيدون. الأخ الفنان كبير سعيد شريبي تنعرفوا هذه تقريبا 30 سنة. أول لقاء كان عندي معاه في سنة 1985 بمناسبة انعقاد المهرجان الأول ديال الأغنية المغربية، وكان لي الشرف أنه تعاملت معاه في توزيع إحدى أغانيه اللي هي علي قلبي. وبالطبع بقينا مستمرين، اشتغلنا جميع وسافرنا جميع لعدة بلدان القاهرة، من بغداد، من موريال، أوروبا، في مختلف العواصم الأوروبية. وحقيقة هو بالنسبة لي فيه خمسة ديال الأبعاد مختلفة. إن هو العازف الكونسيرتيست، هو الملحن، هو المؤلف ديال الموسيقى، هو الخبير في الصناعة ديال العود، هو الباحث لأنه تعمل سكون أبلي لا ميوزيكولوجي براتيك، باحث موسيقي تطبيقي لأنه البحث ديالو يتوجه مباشرة لما يخدم التأليف. نعم. فيما يخص العازف حقيقة هو ظاهرة بالنسبة للمغرب لأنه كانوا عازفين ممتازين، ولكن كل العازفين اللي كانوا عندنا في المغرب ما كناش نتمتعوا بهم لأنه كانوا يقتصروا على التقاسيم. طبيعة الحال المرحوم أحمد البيضاوي والمرحوم عمر الطنطاوي
وغيرهم من العازفين. نعم، ولكن ظهور ديال سعيد الشريبي في بداية الثمانينات بالنسبة للساحة الفنية المغربية أعطانا واحد النوع آخر ديال العازفين، هو العازف الكونسرتيست، أي العازف اللي تيواجه الجمهور في حفل كامل ومكتمل. نعم، وبالطبع عنده تقنية فيها نتاج ديال واحد التراكمات كثيرة ديال التقنيات ديال العزف، من هذا نشمو فيه الريحة ديال فريد الأطرش، وتنشمو فيه الريحة ديال حمد البيضاوي، وتنشمو فيه كذلك الريحة ديال المدرسة العراقية الحديثة. والجانب الثاني هو الملحن، فهو الحن كبار المطربين والمطربات، وكذلك فهو المؤلف الموسيقي اللي أعطانا مقطوعات موسيقية رائعة غاية في التعبير، وغاية كذلك في التقنيات ديال العزف اللي استفادوا منها الخريجين ديال المعاهد المغربية. القطع ديالو يعني تتساعدنا كثير فيما يخص المباريات وفيما يخص الامتحانات. نعم، التخرج. يعني اسمح لي احمد عيدون باش نعطوا بعض الاسماء، يعني كاين سي عبد الهادي بالخياط، لاله نعيمه سميح، محمود الادريسي، البشير عبدو، الفنانه المغربيه في دول مالكي بديك القطعه ديالها في 98 تنظن خدات الجائزه في مهرجان الموسيقى العربيه. كاين مع اسماء النور اللي غنات في حفل افتتاح المهرجان الاغنيه الصوفية تنظن بفاسيه بقطعه الحلاج حلاج، واللهم صل على النبي ديال الحلاق. نعم، نعم. وكاينه كريمه السقلي، ويعني كاينين عده اسماء يعني اللي اشتغلوا معك استاذ. تفضل سي احمد عيدون. بالطبع حقيقه يعني الحديث قد يطول الى مشينا في التفاصيل، ولكن نعم. هم ان اقول كذلك بانه فيما يخص الجانب الاخر اللي هو الخبير في الصناعه ديال آلات العود، انه طور آلات العود. نعم، نعم، في مجالات مختلفة، في الزين ديال العود، ولا في الأوتار، ولا في المقاسات. نعم، كونسيبتور، يعني كونسيبتور ديال العود. كان هو يتصيد أخشاب الرنانة فيما كانت باش يشريها وباش يعاود يطوعها بطريقة أخرى وباش يشتغل فيها، ويعطي واحد التعليمات خاصة ودقيقة للصانعي ديال آلات العود. فحقيقة كان لعب واحد الدور كبير في تطوير هذا الصناعة. نعم، لأن هذا جانب. الجانب الآخر هو ذكرتيه كذلك، هو أن الإنسان اللي تيبحث واللي تيبحث في المقامات وفي الطبوع. نعم، المقامات المشرقية القديمة اللي حتى المشارقة الآن ما بقوش يستغلوا فيها وما تعرفوهاش، والطبوع المغربية لدرجة أنه عنده واحد الأذن مرهفة ودقيقة في التعرف على المقاسات وعلى أدنى التفاصيل فيما يخص المسافة ما بين نعم. نعم أستاذ بعجلة، أنك غادي نختموا البرنامج يعني دغيا بقى لك دقيقة سعيدون. اسمح لي يمكن نقول أولا هو بطبيعة الحال الأستاذ سعيد الشريبي بهذه الأبعاد متعددة، هو حقيقة مازال ما منالش حظه فيما يخص الشهرة في البلد ديالو، لأنه حقيقة نحن مقصرين. نعم، باش نذكر لأنه واخد عدة جوائز، توج على الوسام العربي الأحسن مشاركة عربية بالجزائر في 84، الريشة الذهبية للوسام الأول جائزة العود ببغداد في 86، جائزة الموسيقية الغرناطية رفقة أمينة العلوي بباريس في 92 تنظن، جائزة استحقاق بدار الأوبرا في القاهرة 94، جائزة القدس والعود الذهبي بالرباط سنة 2002، جائزة زرية باللجنة الدولية للموسيقى، وعدة تتويجات. تنشكرك سي أحمد عيدون، واسمح لي قاطعتك لأن نهاية البرنامج، نتمنى لك التوفيق وشكرا على الكلمات الجميلة اللي قلتي في حق الضيف ديالنا سي سعيد الشريبي. الحاجة اللي جميلة عاوتاني هي المحافظة على اللباس المغربي والتقليدي ديما حاضر به في كل الحفلات ديالك، ديما لا توش ديال سي الشريبي كاينة. ياك ولا لا؟ الحمد لله. قالوا لي بأن اقترحوا عليك بلدان أنك تأخذ جنسية وياخذوا الأعمال ديالك بحال في مصر إسبانيا وفرنسا، بصح؟ صح. يعني صحيح. شنو ما نعطيك الجنسيه ولكن ناخذ لك كل شيء يعني ما فيها، شرح ليا. قالوا لي غادي تجلس عندنا وتشتغل عندنا ونعطيوك اللي بغيتي، الجنسيه وداك الشيء كله. اها، فهمتيني؟ ولكن داك الشيء اي حاجه انت شديتيها غتسمى مثلا صبليونيه.
ماشي مغربيه اندلسيه. قلتي لهم لا؟ قلت لهم لا بطبيعه الحال. سمحتي في الجنسيه؟ انا واحد الانسان نعم مغربي نعم وبغيت نبقى مغربي. من حقك تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. وهذه القضيه باش تزازيت بها وليت الحمد لله سيتويون دي موند اونتي ماشي غير ديال اسبانيا ولا ديال مصر ولا ديال فرنسا. نعم. نعم. يعني فين ما مشيت معزز مكرم الحمد لله. الحمد لله. وتنسافروا بالخيال ديالك عبر الموسيقى ديالك ومن خلال هذا اللقاء سي سعيد شريبي بألبومك من آشور الى احواش. الا جاتك اقتراح انك نديروا لك ألبوم بصوتك واخا ما غنيتيش لينا اليوم تغني ولا لا؟ لا صعيب. صعيب. نقول لك واحد شويه الا بغيتي. يلا هادي غادي يكون حصريا يعني في دقيقه لان باقي الموجز الاخباري غادي تعزف وتغني ياك. هي باش نختموا معك هذه الحلقه. تنشكرك سي سعيد الشريبي، تنتمنوا لك الصحه وطول العمر والمزيد من العطاء. ومورا من اشهر الى احواش كاين اعمال جايه ان شاء الله. كاين من بعد واحد الالبوم سميتو وطني. وطني ان شاء الله. اذا شكرا لك. في دقيقه ونص نسمعوا حصريا للسي سعيد الشريبي اللي شحال هذه ما سمعتوا اكيد الصوت ديالو انه غيطربنا غيطربنا في هذا اللقاء المباشر. شكرا لوفائكم اعاده هذه الحلقه الواحده صباحا. وما تنساوش غدا البيست اوف. بحبك انت يا قلبي انت يا روحي انت عقلي معاك انت. بحبك انت يا قلبي انت يا روحي انت عقلي معاك انت انت الحياه.